ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم محمود نبيل في فيديو جديد. وبما ان كان في اجماع ان الفيديو بتاع البوكو اكس 3 ان اف سي كان فيديو كويس جدا، اللي بالمناسبه هتلاقيه في الاي اللي فوق هنا، بس الناس قالت لي ان انا كنت سريع جدا في الفيديو وكنت محتاج ابطئ من سرعه كلامي شويه، فخليني في الفيديو ده اخدكم كده في تجربه جديده وهاديه مع المراجعه الكامله لهاتف اوبو الجديد وهو الاوبو اي 93. بس قبل ما نبدا بقى الفيديو ده، عايزك تنزل كده تعمل لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناه، وفعل زر الجرس اللي جنب سبسكرايب، وتابعني على حسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت او الوصف. لو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات برضه على كل الناس تقريبا. وبس كده، اسف ان انا طولت عليكم، وخلينا ندخل معاكم في المراجعه الكامله بتاع الجهاز ده على طول، وخلينا كده نبدا معاكم اول حاجه هو التصميم. وبالنسبه بقى لتصميم الجهاز ده، فالجهاز هنا جاي بتصميم من البلاستيك مع اطار او فريم من البلاستيك اللامع، وبعيد بقى عن خامات التصنيع، فالجهاز هنا جاي شكله حلو جدا، واللون اللي معايا واللون الازرق اللي فيه شكلهم حلو جدا، لما بيجي عليهم كده اضاءه بيعمل كده ريفليكشن او انعكاسات مختلفه. بعيد عن ان شكل الكاميرات الموجود هنا والخط الموجود في ظهر الجهاز ده تحسه كده متاخد من النوفا 7 اي وريلم 7، لان التصميم هنا تصميم كويس جدا وما بيبصمش، حتى كده لو بصم تبصيم خفيف بعد استعمال لفتره طويله بتمسحه باي حاجه بتمسح على طول. دي كانت من الحاجات اللي عجبتني في الجهاز ده. وبرده اوبو هنا عملت الفكره الذكيه بتاعتها، وهي فكره تقسيم البروز بتاع الكاميرات زي ما عملت في الرينو 4. فالجهاز هنا برده جاي بطبقه صغيره كده تحس ان هي البروز، وبعد كده الطبقه الثانيه اللي هي عباره عن عدسات الكاميرات، والكلام ده بيتدرب الجراب مفيش اي مشكله، بس هي حركه ذكيه وبتحسسك ان الجهاز مفيش فيه اي بروز خالص. اما بالنسبه بقى للفريم بتاع الجهاز ده، فهو بيبصم بطريقه بشعه لانه جاي لامع كده، فطبيعي ان هو يبصم، بس هنا بيبصم بطريقه بشعه جدا. غير كده بقى، فالفريم جاي فيه من على اليمين مفتاح تعليق وتطبيق الصوت ودرج الشرايح، اللي بالمناسبه هنا بتقدر تركب فيه شريحتين وكارت ميموري مع بعض عادي، مش شريحه او كارت او شريحتين، لا بتقدر تركب شريحتين وكارت ميموري مع بعض. وجاي من على الشمال في هنا زرار باور، وجاي من تحت فيه جميع المداخل اللي احنا متعودين عليها زي مدخل 3.5 مللي، مدخل الشحن اللي من نوع تايب سي، السماعات والمايك، وجاي من فوق فيه مايك عازل للضوضاء. فالفريم هنا كامل مفيش فيه اي مشكله، والتصميم هنا تصميم ممتاز وما عنديش معاه اي مشكله، ودي كانت كل حاجه موجوده في الجهاز من بره. خلينا بقى ننتقل معاكم للشاشه اللي بتيجي نشه من نوع اموليد بجوده فول اتش دي بلس بكثافه بكسلات 409 بكسل لكل انش. والشاشه دي جايه 60 هرتز مش 90 ولا 120، وده المعتاد عليه في الفئه دي. انت يا بتاخد شاشه اموليد او سوبر اموليد، يا اما بتاخد شاشه باي بي اس عاديه وبريفريش ريت عالي، فده المعتاد عليه في الفئه دي. غير كده بقى، في الشاشه كانت كويسه جدا، سطوع عالي والوانها كويسه وزوايا الرؤيه بتاعتها ممتازه، ما عنديش مع الشاشه اي مشكله. حتى في تجربه الشاشه دي في ضوء الشمس او تحت الشمس كانت كويسه جدا، وكنت شايف منها، فما عنديش مع الشاشه اي مشكله، وتعتبر هنا من نقاط القوه الموجوده في الجهاز ده. بالنسبه للشاشه، خلينا بقى ننتقل معاكم الاداء. والجهاز هنا بيجي بمعالج من ميديا تك بي 95 مع 8 جيجا بايت رام من نوع دي دي ار 4 اكس، و128 جيجا مساحه داخليه من نوع يو اف اس 2.1. تقريبا كده اوبو قالت لنفسها ما تحط معالج زي ده اللي كان موجود في الرينو 3 في جهاز بسعر 5300 جنيه، يبقى هي كده عملت انجاز. بس لا، المعالج ده ضعيف جدا، يعني في المهام اليوميه المعالج مش هيأثر معاك، هيبقى شغال كويس جدا في التنقل والتصفح والفيسبوك والكلام من ده، مش هيأثر معاك في اي حاجه. انما بقى بالنسبه لتجربه الالعاب، فالجهاز هنا كانت تجربه الالعاب بتاعته ضعيفه، يعني ببجي هنا بتشتغل على هاي اتش دي في الجرافيك والفريم ريت، بس لما بتيجي تلعب على الاعدادات دي بتلاقي ان اللعبه بتهنج، وتحس ان انت كده عاوز تقلل الاعدادات عشان تاخد تجربه سلسه اكتر. وبرده كل فيديوهاته هنا شغاله على ميديم، فتجربه الالعاب هنا ما كانتش افضل حاجه، والمعالج ده مش افضل معالج موجود في فئه 5300 جنيه. فلو انت واحد بتحب تلعب العاب او عايز اداء محترم، بلاش تشتري الجهاز ده. ده بالنسبه لكل حاجه عن الاداء بتاع الجهاز ده. خلينا بقى ننتقل معاكم للكاميرات. فالجهاز هنا بيجي بست كاميرات، 2 في الامام و4 في الخلف. وخلينا كده ناخدكم في جوله عن الكاميرات الاماميه اللي بتيجي هنا. الكاميرا الاولى فيهم بدقه 16 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4، والكاميرا الثانيه بدقه 2 ميجا بكسل وبنفس فتحه العدسه 2.4 برضه، والكاميرا دي للعزل. فانا بصراحه مش فاهم ليه الشركه عملت كده، ليه تخرم لي الشاشه وتزود لي مساحه الهول بانش او الخرم الموجود في الشاشه علشان كاميرا العزل. كنت اتمنى ان هي تشيله وتعمل لي عزل بالسوفت وير، لان اصلا حتى اداء الكاميرا هنا ما كانش افضل حاجه، يعني الكاميرا بسبب فتحه العدسه اللي فيها دي كانت بتديني صور مرضيه في الاضاءه الكويسه، وصور ضعيفه جدا في الاضاءات الضعيفه، فما كانتش افضل كاميرا جربتها بالسعر ده ولا حتى بسعر 4000 جنيه. هي كاميرا مقبوله بس مش كويسه، وفي اجهزه بسعر 4300 جنيه الكاميرا فيهم افضل منها بكتير. ده بالنسبه للكاميرات الاماميه. خلينا بقى ننتقل معاكم الكاميرات الخلفيه اللي بتيجي هنا. اربع كاميرات في ظهر الجهاز. الكاميرا الاولى هنا بدقه 48 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.7، والكاميرا الثانيه هنا بدقه 8 ميجا بكسل وده عشان التصوير الواسع وبتيجي فتحه عدسه 2.2، والكاميرا الثالثه والرابعه كل واحده منهم بدقه 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4، واحده للعزل والثانيه للماكرو. فبرضه الكاميرات الخلفيه ما كانتش افضل كاميرات جربتها في الفئه السعريه دي. كانت الكاميرات برضه بتديك نفس الاداء اللي بتديهولك الكاميرا الاماميه، في الاضاءه الكويسه بتبقى كويسه، وفي الاضاءه الضعيفه بتبقى ضعيفه. وبالمناسبه النايت مود او التصوير الليلي في الكاميرتين كان سيء جدا، ما كانش نايت مود كويس، يعني كان نايت مود عادي، وما حسيتش ان هو بيعمل حاجه، يعني ان هو بيفتح الصوره شويه بس مش اكتر. وبرضه البورتريه هنا كان بيغلط ساعات او جامد كمان، كنت كل مره اصور صوره بحس ان البورتريه بيغلط فيها. فالكاميرات هنا مش افضل حاجه، وما تعتبرش من نقاط القوه الموجوده في الجهاز ده زي ما انت شايف من الصور كده. وبرده الجهاز هنا بيقدر يصور فيديو 4K و1080 30 فريم في الثانيه. وخلينا كده اخدكم في تجربه للمايك والفيديو بالكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه للجهاز ده، وبعد كده نرجع نكمل الفيديو بتاعنا. دي تجربه تصوير فيديو بالكاميرا الاماميه. خلينا كده نختبر برده صوت المايك ونشوف هل صوت المايك كويس ولا لا.
دي تجربة تصوير فيديو بالكاميرا الخلفية لهاتف اوبو اي 93 الجديد. خلينا كده نختبر سرعة الفوكس. شغالة مش اسرع حاجة برضو في الفئة بتاعته، بس هي شغالة. وبرضو الكاميرا هنا ما تعتبرش افضل كاميرا في الفئة السعرية اللي الجهاز محطوط فيها زي ما قلت لكم. خلينا كده نختبرها ونحطها في ظروف اضاءة مختلفة. زي ما انت شفت كده، تجربة الكاميرات هنا ما كانتش افضل تجربة، خدتها بسعر 5300 جنيه. فلو انت واحد مهتم بالكاميرات بلاش تشتري الجهاز ده. ده بالنسبة للكاميرات. الجهاز جاي فيه هنا مدخل 3.5 مللي، وجاي بمنفذ شحن من نوع تايب سي، وكمان جاي بصوت هنا احادي. السماعات هنا مش ستيريو زي الاوبو 92، كنت اتمنى ان هي تفضل ستيريو، على الاقل يبقى في حاجة عادلة في الجهاز نقدر نقول ان هو كويس فيها. بس حتى السماعات هنا بقت سماعة احادية بس الموجودة تحت، والصوت الستيريو اتلغى من الجهاز ده، ودي حاجة ضايقتني جدا. غير كده بقى، فالجهاز هنا بيدعم المايك العزل الضوضاء، وكمان بيدعم جميع المستشعرات. وبما اني نسيت اقول لكم ان حجم الجهاز ده رفع ووزنه خفيف، فدي حاجه لازم تبقى عارف ان هي عشان تحصل لازم تاثر على حجم البطاريه. فالشركه هنا خلت البطاريه 4000 ملي امبير، وكمان بتدعم شحن سريع او يعتبر شحن عادي 18 واط. جهاز بسعر 5300 جنيه جايب بطاريه 4000 ملي امبير وشحن سريع او شحن عادي 18 واط. فبالارقام اللي انت سمعتها دي زي ما توقعت في دماغك بالظبط، البطاريه هنا ما قعدتش يوم كامل. البطاريه هنا هتقدم معاك لو انت بتستخدم الجهاز على طول، هتقعد معاك 6 ساعات او 7 ساعات تقريبا، ممكن تكمل معاك اليوم كامل لو انت استخدامك قليل. اما بالنسبه للشحن 18 واط الموجود هنا، فالبطاريه تقريبا شحنت معايا في ساعه و40 دقيقه او ساعه و45 دقيقه. جهاز بسعر 5400 جنيه او 5300 جنيه، البطاريه بتاعته بتقعد من 6 ل 7 ساعات وبيقعد يشحن في ساعتين، فدي مش حاجه كويسه. والاجهزه بالفئه دي بتجيب شحن سريع 33 واط، وبتجيب بطاريه بتعدل 5200 ملي امبير 5260. فانا مش فاهم ليه اوبو حطت البطاريه دي مع الشحن ده. وسائل الحمايه في الجهاز ده هي البصمه والفيس اي دي. والبصمه هنا ما كانتش اسرع بصمه جربتها في الفئه السعريه دي. في بصمات في الفئه السعريه دي اسرع منها، لان البصمه هنا تحت الشاشه عشان الشاشه سوبر اموليد، فالبصمه هنا كانت بتعلق ساعات، فهي ما كانتش اسرع بصمه برضو جربتها في الفئه السعريه دي، بس مش وحشه تمشي الغرض يعني، ومش بطيئه للدرجه اللي هي. تقريبا دي كانت كل حاجه في الجهاز بتاع النهارده. مش عارف اتكلم عن ايه، ومش عارف اقول ايه كمان في الجهاز ده. هي سياسه اوبو بقت كده من زمان، وخلاص مش عارف حتى اقول لك الجهاز ده لمين. يعني الجهاز ده للناس اللي بتحب اوبو بس، غير كده فما انصحكش ان انت تشتري الجهاز ده، لان انا مش شايف ان هو بيقدم اي قيمه مقابل سعر غير الشاشه السوبر اموليد. وعادي يعني، في اجهزه في الفئه دي جايه بمواصفات متكامله، وكمان جايه بشاشه سوبر اموليد. فبس كده، لسه ما عملتش لايك الفيديو ده بقى، انزل اعمل لايك الفيديو ده، سبسكرايب للقناه، وفعل زر الجرس اللي جنب السبسكرايب، وتابعني على حسابي على انستجرام، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت او الوصف. ولو عندك اي سؤال سيبه لي في الكومنتات، برد على كل الناس تقريبا. وبس كده، اشوفك على شفت الفيديو النهائي. كان معاكم محمود نبيل، اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. يلا بيس.